بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المتتبع لأحداث الكفرة يعلم جيدا الكفرة شن كان وضعها قبل ما ينجو أنا. طبعا بارك الله في الأخوة اللي جوا قبلنا وحاولوا يهدوا الوضع وجينا نحن كملنا قبل مشوار معاهم. كانت الكفرة شبه مدينة أشباح لا حياة فيها غير حياة المقاتلين اللي في الشوارع. قمنا بوضع حواجز وتسيير الطرق العامة وفتح المدارس وساعدنا والمحلات العامة ورجعت الحياة يعني شبه 70-80% حالتها الطبيعية. الهدنة كانت بين قبائل المتقاتلة داخل مدينة الكفرة. تم اختراق الهدنة عدة مرات، حاولنا السيطرة عليها ولكن تطور الأمر أخيرا اعتداءات على أفراد من قوات الجيش والدرع المكلفة في تأمين نقاط التماس في المدينة. طبعا في أعطينا عدة مهل لإنهاء هذه الخروقات لكن للأسف ما كانش في سيطرة على الشارع من سواء من ما نقولش من التو. في البداية كانوا من زوية، حاولنا ضغطنا عليهم أكثر سيطروا على الوضع وحاولوا يعني أعطونا جميع الصلاحيات بالقبض والمداهمة وحتى ملاحقة المجرمين والناس الخارج المارقة. ولكن لما جينا للأخوة في من التبو تبرؤوا من هذه الأفعال صدقا، لكن لم يكن عندهم سيطرة على الميدان. فخلص الأمر أن هذه مجموعة يعني ما تمثلش التبو، تقوم بالخطف وتقوم بالتعذيب وتقوم بتسكير بعض الشوارع ومنع حتى أفراد قوات الدرع والجيش من مرور بعض الأماكن. طبعا حصلت مواجهات عدة من المنحة من هذه الأفاعيل، حصل شكاوى كثرت من أهالي منطقة الكفرة. خلاص الأمر وبشهادة الأعيان أخوة تبو أن هذه مجموعة مارقة، هي يعني ليس لهم سيطرة على هذه المجموعة. كداخلية وكالدفاع مهام داخلية ومهام الدفاع في نفس الوقت، لكن داخل أحياء تبو غير ممكن أنك تقدر تخش يعني ولو حتى في بعض الأفراد من حسب ما تحاول معه من الدرع لي بأنه حتى لو ندخل بالخطأ ممكن أنه هو يعتدى عليه أو أنت يعني أنت راجل ممنوع من دخول في مناطق محظورة. شو السبب؟ طبعا نحن في البدايه تعاطفنا مع الطرفين، دخلنا وجلسنا مع الاعيان ومع الاهالي، دخلنا بيوتهم، وصلنا الغذاء للناس المتضرره من الطرفين، يعني حاولنا نحمو المنشاتهم محلاتهم، امننا كل شيء في المنطقه. كان في استجابه في البدايه تمام لما دخل الدرع بالقوه وفرض السيطره، لكن بعد ما تم تعامل الدرع بالطريقة اللينة مع بعض الأشخاص البين أنهم فهموا الرسالة خطأ للأسف يعني، فقاموا ببعض الخروقات للأسف أن أدى إلى يعني
يعني خاصة المشكلة الأخيرة هذه، شوف كم عدد الجرحى والقتلى نتيجة أخطاء فردية يعني غير مسؤولة. بالنسبة كالأعيان بالنسبة تبو وزوية متفاهمين معاهم لأقصى درجة، متعاونين، الخروقات تحت بحث الأشخاص سيطرنا عليها في جانب الزوية، الباقي جزء في جانب التبو. علق الأمر على مجموعة معينة يعني خارج السيطرة أو خارج الشرعية أو مجموعة مارقة، هي اللي يا ريت عند الآن لم نسمع تصريح بشأن هذه المجموعة طريقة التعامل معها. تحدث عند علمه في مفاوضات بين الأعيان وبين هذه المجموعة المارقة، هم يقولوا أعطونا مهلة يعني سوى وضعنا مع هذه المجموعة، يا تكون تحت الشرعية الدولية شرعية الدولة، يا أما نقول لكم هذه المجموعة بإمكانكم أنكم تقاتلوها ونحن نخرجوا بينكم بينهم. السبب الحقيقي للهجوم على قوات ليبيا أو استهداف المدنيين قبل درع ليبيا أول يوم في المواجهة هو خروقات استهتار أعمال فردية في البداية، ولكن يبدو أنها ممنهجة، يعني لأن كل هدنة يتم اختراقها في لحظاتها الأخيرة لإفساد الأمر ولتثبيت التهم على مجموعة معينة. فآخر هجوم كان عليه نقطة لدرع ليبيا داخل جزيرة الخضراء في الصباح باكر، يعني حوالي 7:30 أو 7:30 8 الصبح هجم على النقطة، تم تبادل الأقمار، قتل منهم شخص وجرح شخصين، جرح شخص اللي كان قاعد على النقطة، هجموا على النقطة بالكامل وحاولوا يستولوا على المكان، تقدموا إلى الجامعة اللي هي غرفة عمليات موجودة فيها. أنا كنت موجود الجامعة بالصدفة اليوم هذاك، هو مش مقري أنا، مقر للجيش رئيس الأركان، لكن صدفة كنت بيت الليلة هذاك غالي، وتفاجأنا الصبح بدري أن الناس أظن هاجمين علينا، صديناهم الحمد لله وحاولوا يخترقوا من عدة من يعني من جميع الأطراف، يعني بصف الموقع القيادة موجود في وسط حي التبو. يعني أنت هل تم محاصرة مقر العملية؟ حاصر ومش محاصرة، هجوم من جميع الأطراف. وللأسف أنه كان في لحظة الهجوم محاولات تهدئة، وكان في تواصل مع الغرفة من بعض قادة التبو أن أوقفوا إطلاق النار ونحن جايين لنهدي الوضع، يعني كلهم قالوا نحن بريئين من اللي يحصل، هذا مش نحن، هذا مجموعة عيسى عبد المجيد صراحة. ولكن لازم هم حتى هم كان اليوم هذاك السيطرة مفقودة، اتصالات مقطوعة، شبكة الهاتف مقطوعة، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي من قبلها بيومين تقريبا، فكان فقدين السيطرة وكان الهجوم مستمر لدرجة انه ضيق على المقر القيادة. لكن بفضل الله قام الشباب بفك الحصار، وقاموا هم بالالتفاف على المجموعة التي تحاول حصارها وفك الحصار. هناك احد تصريحات القادة المدنيين ما عدا سبب ما عدا مشاركة الجيش في بداية والله الجيش شارك مش ما شاركش، لكن هو المفروض يكون في تسلسل عسكري، يعني يكون بالاوامر الجيش. نحن ممكن لان موجودين في الميدان نتعاملوا بردة الفعل، اي واحد يحتدي على مواطن امامنا او يحتدي على فرد من افراد الدرع اللي هم الحماية هذا مجرم، وتم تعامل عام بردة الفعل مباشرة، يعني مش حنكلمه نقول له ليش رميت فيا باش تقتلني، حرد عليه وقتي باش نحمي باقي المجموعة او نحمي نفسي بالدرجة الاولى. في اليوم الاول ممكن او المشكلة اللي قبل هذه بحوالي باربع ايام او ثلاث ايام اللي كانوا موجودين في الشارع هم الدرع، الغرفة كان قوات الجيش كانت موجودة داخل العمليات، هذا باش يعني ما صارش استجابة للموقف، ولكن التنسيق كله اولي كله موحد وقيادة موحدة وتعاون، يعني ما يحتاجش الى تنسيق، والتعاون اصلا موجود بين المجموعة، يعني كغرفة عملية واحدة وكقوة واحدة، نحن ما مش قاسمين اصلا الاركان،
كيما توفر في التموين للجيش، توفر فيه قوة الدرع يعني كأنها قوة واحدة. كذلك المهام، الحركة، الوقود، كلها يعني من ينبع من 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 مصدر واحد هو رئيس الأركان. شيخ وسام، بخصوص تصريح قائد المدني حفظ العبور اللي أثار الكثير من الباقي، هل كان داخل فيها على الأرض الواقع أو أنه في لحظة غضب؟ هو أكيد كان في لحظة غضب. هو كأرض واقع كان، طبعا أحكي لك القصة أنها صارت في ليل، تمام، والتصريح هذا تم في الصبح ثاني يوم. ما كناش موجودين نحن، أنا كنت خارج من كفرة، حاول هو كان في اشتباك مع التبو في الليل، حاول هو يجي لغرفة العمليات في العقيد فرج السعادة يطلب منا سيارات أو شيء هكي. فتفاجأ العقيد فرج السعادة لأنه ما يعلمش القصة أصلا، مش مسير برا. ف يعني أمر القتال أو أمر الحرب يعني مش من السهل أن واحد يتخذه. نحن كموجودين في الميدان على أرض الواقع نتعامل بردة الفعل، يعني أي شخص يطلق النار نتعامل عليه فورا، ما ننتظرش. لكن لما يجي غرف العمليات كان في يعني هذه حيستخدم الترتيب العسكري، ويستخدم المراسلة، ويستخدم يعني أسلوبه هو الخاص ونظرته الخاصة العسكرية، مش حيدخل في حرب على طول لأن المجموعة دخلت في قتال. فكان لها رأي، يعني المفروض أن كان الشباب يحاولوا يسيطر على الوضع يعني بمجهوداتهم الخاصة. يعني لحين العمليات تستوعب الأمر اللي حاصل، نحن لا نطعن في أي أحد. الأخ فرج بشعالة، أخ عقيد فرج، نعرفه من جبهة، من أول ناس خرجوا معنا، وكان راح طلع عليها العقيد فرج العرفي، كان هو ذراع اليمين، أنا كشاد عليه هذا الكلام، نعرفهم مع بعضهم، ومن ناس هذوما من أكثر ناس قعدت معاهم وخرجنا مع بعضنا من المحور الشمالي، كانوا هم من قادة المحور الشمالي ومن أول ناس اللي يطلعوا يستطلعوا أمامنا، ونحن نزكوا الناس هذوما علم ربي يعني شن رينا منهم شن. عقيد عبد الغني كشبه من أحسن من يتقن يعني تخصص المدفعية، وأحسن من خدم معنا في المحور. يعني بصدق كنا لما نبو قصف مدفع ما ندوروش يعني أي واحد عنده مدفع، عنده يعني نكلمه عقيد عبد الغني كشبه، إنسان صادق وبسيط وأخلاق راقية، يعني مربي الناس تشهد له بالخير. تصريح طبعا في لحظة غضب أكيد كان، نتأكد من هذا. حافظ العقول راجل طيب لكن عنده حرقة زايدة، عنده يعني هذا من كما تقول عنده شوية حرقة زايدة، أنا نعرف واجب، لكن هو يعني مسمينا نحن فوج البيبسي يغلط ثاني يوم يجي يرضيك عنه. فنعم ان شاء الله حنصلحهم بعضهم، وان شاء الله يكون تصريح هذا رد على تجريح الاخوه هذوما، ونحن ما نرضوش اكيد بالشيء هذا. اسامه حميد، هل سلاح الجو في الوقت الحالي هل يكون انه هو كقوه استثنائيه لتامين الكفره وحمايه حدود ليبيا الجنوبيه الشرقيه؟ والله في الفتره الاخيره نعم، طبعا نحن اكثر من شهرين في المنطقه. إمكانيات طبعا ما نحن نراعي إمكانيات الدولة في الوقت الحالي، القصور اللي في الأركان الجوية يعني هم بيبذلوا مجهودهم، نحن عارفين شيء هذا، ولكن أكيد الحدود بمساحتها الكبيرة هذه تبي يعني تبي صرب من الطائرات اللي تغطي هذا الفضاء الواسع. يعني الفترة الأخيرة تم استعمال الطيارات المدنيين والطيارات العسكرية التي ينقل فيها الجرحى والعسكريين للاستطلاع، يعني هذا يعني نحن نقدر الشيء هذا وعارفين، جينا هنا لأن عارفين أن إمكانيات ما زال يعني على اليد، وما زال نحن نبغى نساعده في تنمية هذا يعني اللي هو التأمين المنطقة وإعانة الجيش وإعانة الشرطة. مساعدة، نحن لسنا جيش ولسنا شرطة،
ولسنا يعني في العسكريين اصلا، ولكن هذه مشاركه منا ولاخوتنا هذوما، رفقناهم في الجبهه ونعرفوهم ونحب نمشي معاهم مسيره لعين استلام الجيش مهامه، بعدين نحن نرجع لبيوتنا ولاعمالنا الخاصه ان شاء الله. بخصوص الكفره، ما تقييمك للرد الاخيره وما هي الشروط المفروضه؟ والله هن شروط، مش شروط مفروضه، هن مطالب كان من بدايات للاسف، ولكن تم يعني تعطيلهم وتم مماطله فيهم للاسف. كان الاخوه قبيل تبو كانوا لم يقولوا لا نريد نفعل ذلك، كانوا يقولون حاضر وسوف نفعل كذا، ولكن عندما يأتوا للواقع يصير تصادم بينهم وبين أطراف أخرى داخلية لا نعلم بها، نحن تم كشف عنا أخيرا. هن مطالب تسليم عدم الاعتداء على المواطنين، عدم قفل الشوارع، عدم رماية ظهور مظاهر مسلحة، عدم تعرض للجيش أو أفراد الدرع، تسليم ممتلكات الناس التي سلبت في أثناء المعركة الأولى التي أتينا على أثرها، تسليم مقرات الحكومية، تسليم الآليات التابعة للدولة. فهذين كل هذين المطالب، ما فيش مطالب جديدة ومطالب قديمة. فإن شاء الله اليوم استلمنا بعض الآليات، بكرة في أشياء حتسلم، نقول إن شاء الله بإذن الله أن العقدة انحلت. أتمنى أن يجلس الأخوة قبيلة تبو مع باقي القبائل ويحلوا مشاكلهم العالقة، هذه مشاكل بسيطة. أنا نقول لهم أن الدولة سيرة في مجالات التجارية والتعليمية والخدمية، يعني ما نبوش يكونوا الدولة تمشي وهم قاعدين مكانهم، مشاكل يعني بسيطة، مشاكل الدولة تضع قدمها في هذه المنطقة بالذات بدرجة الأولى، تعالج مشكلة الهجرة، مشكلة الأجانب اللي يدخلون إلى البلاد من غير إجراءات ويخرجون ويدخلون إلى، ممكن يطلعوا حتى خارج ليبيا عن طريق البحر، الناس اللي مستوطنين بدون إجراءات، الناس هذه مشاكل عالقة. لا نريد الدخول في تفاصيلها، لكن هذين لهن أهلهن ولهن اختصاصات ولهن إجراءاتهن، وخلوهن للناس اللي ممكن يكونوا أحسن منا فيهن. نحن جينا للتأمين هنا والحمد لله الكفرة آمنة خارج على القانون، هذا إنسان مارق، نحن ما نرضى أن يكون ظلمة على المواطنين أو على أفراد الكتيب درع أو الجيش. حنضرب يد حديد عن المارقين والمحتدين. الحرية لها حدود، الأخلاق واحترام الآخر، وإن شاء الله الأمور تكون الأيام الجاية تكون أحسن من وقت الفائت. والله عارف انت هذين اطراف متنازع، لما يشوفوا تحيز بسيط لجهه معينه ممكن تعاطفا مساعده نقل دواء، ممكن يشوفك طرف واقف مع طرف اخر حتى في الشارع او تشرب شاهي مع طرف لا يظنوا طبعا، لان في انفس بشريه هذين. الوضع الدرع عند تبو وعند جميع أهل الكفرة يعني معروف، ممكن أي حد يقدر يسعي في تعليق على بعض الأشخاص، ممكن واحد خوالة زوية تبو يقول لك هذا خوالة زوية، هذا ما نبوش يجي معنا، هو عنده نيابك الرأي الخاص، لكن احنا ما نرضوش أن نفتح مجال لأي حد أن هو يضع الدرع في موضع اتهام، او فنحن ننأب نفسنا على الاشياء هذه، نحاول ان نخفف حد التوتر حتى ولو حساب على حساب الدرع، لان جينا لمهمه واضحه ما نبش تلبسها شوائب اخرى. يعني هذا صديق قول مسافر حميد راضي على اداء الدرع الكفره؟ اكيد هذه شهاده اهل الكفره
وهم ممكن تقدر تطلع للشارع وتعرف الدور اللي قام به الدرع في الكفرة، من ممكن وخارج الكفرة يعني نقدر أطلع حتى للمنطقة الخارجية، تأمين نقاط خارج الكفرة، خرجنا نتزربه يعني، والحمد لله الشارع يحكي أفعال وأعمال الدرع في على الأرض الميدان. ما هي طموح درع ليبيا بعد تأمين الكفرة؟ والله الدرع هي فكرته كانت هي كقوة احتياط، هو قوة الثوار ممكن نقول كالمحور اللي كان معانا في الجبهة، أو قوة احتياط الحين يعني مساعدة الجيش أو مساعدة تأمين بعض المناطق. الحين استلام الجيش مهامة في المناطق اللي هنا فيهن بعض المشاكل. هناك اتفاق وقع في تزربو على أن توجه قوة من درع ليبيا لتزربو لمكافحة التهريب. والله مثل الأخوة، أنا طبعا كنت خارج الكفرة في الفترة، مثل الأخوة الحاج يحيى والأخ عافض مشوا مجموعة من القادة لمدينة تزربو، جلسوا معه ومشوا معهم حتى بعض المشايخ من الكفرة، كان عندهم مشكلة فعلا في التهريب وعندهم مشاكل غادي، فهم طلبوا أن الدرع يكون موجود حتى عنده في المنطقة ذيك. ندوس الموضوع هذا إن شاء الله، إن شاء الله نقولوا ينتهي مشاكل الكفرة وننتقلوا مكان آخر، ونساعدوا أي مكان في بلادنا نقدر نساعده فيه، حنساعده فيه من شرق من غرب، ما عندناش مشكلة في أي مكان. أكيد نحن نشتغل كوحدة واحدة، نشتغل كمجموعة واحدة. طبعا الدعم ليس كله دعم مالي، ولا دعم في جهة تدعم دعم معنوي، جهة تدعم دعم مادي، في دعم كشرعية للدرع، كاستشارية، لكن الأمور ماشية على ما يرام إن شاء الله، ودرع قائم بواجب على أكمل وجه. وكما قلت لك نحن قوة احتياط، لسنا جيش ولسنا شرطة، لحين استلام الجيش المهام تاعه في هذه المناطق. والله الإعلام ما طلعش عليه وازنة بصدق، لأنه قاعد على الميدان أكثر شيء، فنشوف ما نتبعش في الإعلام، لكن الإعلام المفروض أن يكون صادق وشفاف، ما يكونش منحاز لأي شخص، أو يكون يعني مغرض، أو يكون لأصحاب قنوات، أو للأسف أنا أسمع وعارف أن في حتى في قنوات متحيزة لبعض يعني أغراض الله أعلم مستقبلية، أغراض نفسية شخصية، لكن الأفضل أن يكون الحدث يغطى من عدة قنوات من عدة أوجه يعني. والله الكلمة هي نقول فيها على طول أن نحن ممكن ما زلنا في أول الطريق، وأن بلادنا يعني ما زالت تبي ناس يصبوا فيها، ما زالت يعني ما زلنا لم نفعل شيء مع هذا كله، يعني الثورة مشي لم تنتهي، ما زلنا في بداية الثورة. فعلى كل شخص أن يدفع بنفسه ويرقى بنفسه للمسؤولية، ويكون يعني في 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 المستوى المطلوب، لأن لو تركنا المجال لسفهاء القوم أو يعني حنرجع لنفس المأساة الأولى، وحنرجع لنفس الظلم الأول. فيريد كل إنسان يعني يتحمل مسؤولياته، سواء نجد الكلام هذا للثوار وللمسؤولين بصفة عامة، لأن لو هذه فترة مش فترة مجاملات ولا فترة مدهنات، اللي بيقعد في البداية لازم يتحمل مسؤولية نفسه، ولازم يشيل على كتوفه، ولازم يتحمل، ولازم يعني يحط يشوف يعني دين أول شيء، معاملة ويراعي الله في الناس. وهذا اللي نوصيكم به يعني، لأن الظلم ظلمات، والحمد لله هذه ثورة مباركة، يعني نشوفه في الضعاف الأنفس كيف يتهافتون وكيف يسقطون من البداية.